أولياء الله سبحانه وتعالى دع عنك الأئمة والأنبياء هؤلاء لهم مقامهم المرتبطون بالأئمة وبالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله لهم قدرة الله تعالى أعطاهم قدرة هائلة. العام حفظه الله كان ينقل هذه القضية، إن شاء الله إذا رحت إلى مشهد أكو في أطراف مشهد مدينة يقال لها نيشابور حوالي 120 كيلومتر عن مشهد، إذا قدرتوا روحوا لها، أكو هناك مشاهد مهمة في مشهد في من نيشابور، مشاهد مهمة تزار، واحد منها قبر امرأة لا نعرف اسم زوجها ولا اسم أبيها ولا اسم أولادها، ولكن هذه المرأة إلها ارتباط بأهل البيت صلوات الله عليهم. الإمام الكاظم صلوات الله عليه عندما توفيت هذه المرأة، الإمام الكاظم جاء إلى نيشابور وصلى على قبرها، وعندما وضعت في قبرها رش عليها شيئا من تربة سيد الشهداء صلوات الله عليها. شوفوا عظمة هذه المرأة. العم حفظه الله يقول أنا كنت عند قبر هذه المرأة، الآن عندها قبر ومرقد وضريح وتقصد. يقول كنت هناك وإذا برجل من بلاد الخليج يأتي ونقل لي هذه القضية، قال أنا كانت عندي مشكلة امتدت حوالي 16 عام، ما كانت تحال، 16 أو شوية أكثر شوية أقل ما كانت تحال، وكلما حاولت حل هذه المشكلة ما حلت. قالوا لي أكو هنالك امرأة يقال لها شطيطة، انظر لها نذر، أنا مخاطبت شطيطة وقلت لها أيتها السيدة إذا تشفعت إلى الله تعالى في حل هذه المشكلة أنا آتي إلى مرقدك في نيشابور وأقرأ لك ختمة قرآن كاملة. يقول بعد تلك المدة الطويلة اللي كنت أعاني هذه المشكلة، بعد هذا النذر حلت المشكلة من حيث لا أحتسب، وأنا الآن جاي إلى نيشابور واستأجرت هنا بيتا أو غرفة أو ما أشبه، كل يوم أجي إلى قبر السيدة شطيطة وأقرأ لها القرآن حتى أختمه، حتى الشطيطة الله سبحانه وتعالى أعطاها هذه القدرة. هنا في قوم أكو هنالك عالم من العلماء المرتبطين بأهل البيت صلوات الله عليهم يقال له المحقق القمي، إن شاء الله روحوا إلى قبره مقابل الحرم، يعني عندما تطلعون من الحرم دقيقتين 3 دقائق تمشون تصلون إلى قبره في مقبرة شيخان. هذا العالم المرتبط بأهل البيت عجيب في هذه الجهة. أحد الإخوة قال أنا كانت عندي مشكلة، وهذه المشكلة أنا كنت كلما أقدم على خطبة امرأة القضية كانت تتعرق، ما أدري قال لي 100 مكان أو أكثر أو أقل، فد رقم ضخم، كل مكان كنت أذهب لخطبة فتاة لو ما يقبلون، إذا مقبلوا بعد فترة تتعرق للقضية وتنتهي. قالوا لي أن المحقق القمي له مقام عند الله وجاه عند الله. يقول أنا الصبح أول الصبح أجيت إلى المحقق القمي وخاطبته وهو في قبره، قلت له أيها المحقق القمي
كان عالم زاهد متقي قبل 400 عام يمكن كان أو 300 عام. إذا أنت تشفعت إلى الله تعالى في حل هذه المشكلة الليلة إلى المغرب تحديد من الآن إلى المغرب أنا أنذر لك الشيء الكذائي. قال في نفس ذلك اليوم الذي نذرت له قبل المغرب حلت المشكلة وأقدم على خطبة فتاة وقبلوا والآن زوجته إحدى ملايات قم المشهورات والمعروفات أولياء الله سبحانه وتعالى. الله أعطاهم هذه المقدرة. أنتوا الآن ضيوف كرام لكريمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وضيوف كرام للإمام الرؤوف الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. حاولوا أن تطلبوا منهم كل شيء، الحاجات الشخصية، الحاجات الاجتماعية، الحاجات العائلية، كرماء إلى أبعد الحدود. بالله بمحمد العلي بفاطمة بالحسن بالحسين بالأئمة الأطهار.